السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة على قناتكم بحبك يا بلادي. هل فعلا الكابتن نبيل معلول سيتخلى عن المنتخب السوري الأول للرجال ولن يكمل معه كمدرب؟ هل فعلا الكابتن نبيل معلول مش هيكمل مع المنتخب السوري الأول للرجال؟ هل فعلا الكابتن نبيل معلول ولأنه إلى الآن ما خدش الراتب بتاعه من الاتحاد السوري لكرة القدم، واللي احنا كنا فاهمين بالخطأ ان هو بياخده من الاموال المجمدة وطلع بعد كده ان هو بياخده من خزينة الاتحاد السوري لكرة القدم، فهو مش عايز يكمل؟ هل الظروف الحالية ممكن تخلي مدرب اخر للمنتخب السوري الاول للرجال؟ هل الامر ليه علاقة بان عقد الكابتن نبيل معلول الى الان في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم لم يصدق عليه؟ عوامل كتيرة بتتحكم في الموضوع ده. طب لو الكابتن نبيل معلول مش مدرب المنتخب السوري الاول للرجال، يا ترى مين هيكون مدرب المنتخب السوري الاول للرجال؟ هل ممكن نرجع للكابتن فجر ابراهيم كمدرب للمنتخب السوري الاول للرجال؟ بس مش اكتر، انتظرونا بعد الفاصل. عدنا لكم بعد الفاصل. جالي امبارح تعليقين، التعليق الاول بيقول: تحياتي لك كابتن احمد، يوجد مصادر بتقول ان نبيل معلول مش هيجي سوريا ولا حتى راح يدرب المنتخب السوري، وسوف يستبدل بمدرب محلي، رجاء رجاء ترد علي تعليقي. والتعليق الثاني قال: اخي احمد، اليوم طلعت اشاعات من الفيسبوك انه الاتحاد الاسيوي ما وافق على مدربنا نبيل معلول، يا ريت تتاكد لنا اذا الحكي صح، وشكرا كتير على مجهودك الطيب. وانا طبعا بشكر جدا اصحاب التعليقات دي. الحقيقه ان في الايام اللي فاتت اشيع لدى بعض الاعلاميين السوريين المشهورين ان هناك امور ما تتم في الخفاء داخل الاتحاد السوري لكره القدم، تحديدا او بصيغه افضل وبصيغه اوضح، ان هناك داخل سوريا الان اتحادان لكره القدم، ليس هناك في سوريا اتحاد واحد اللي هو الاتحاد المنتخب الجديد اتحاد السيد حاتم الغايب، لا، هناك اتحادين لكرة القدم. الاتحاد الاول هو المعروف وامام الناس كلها، اتحاد السيد حاتم الغايب ونائب رئيس الاتحاد السيد زكريا قناة، ولكن هناك اتحاد اخر، وهذا هو الكلام الجديد، هذا الاتحاد هو الاتحاد القديم. هل كان يقصد صاحب تلك وجهة النظر اتحاد السيد فادي الدباس؟ وارد، امر وارد جدا جدا. هو يقول ان الاتحاد القديم يحاول افشال الاتحاد الجديد بشتى الطرق، ويقول ان قضية شعيب العلي ما هي الا امر تم يعني صناعته خصيصا من اجل عرقلة مسيرة الاتحاد السوري لكرة القدم الحالي. حتى فكرة الشك في صدارة نادي تشرين للدوري السوري الان، واللي طبعا ببارك له على فوزه امس امام الفتوة واستمرار صدارته، فكرة ان نادي تشرين والانتقادات اللي موجهة ليه، البعض بيقول والبعض بيؤكد، والبعض من المصادر الإعلامية بتؤكد أن الأمر ده معد خصيصاً عشان يتم عرقلة مسيرة الاتحاد السوري لكرة القدم. أيضاً إشاعة أو فكرة أن الكابتن نبيل معلول لن يدرب المنتخب السوري الأول للرجال أيضاً من تلك الأمور. الحقيقة أن الاتحاد السوري لكرة القدم زيه زي أي مؤسسة للأسف في بلادنا العربية بيتم توجيه الاتهامات لها دايماً. حتى في الشركات مثلاً، لما أنت يكون عندك شركة ويكون عندك مدير للشركة دي وتقرر أن أنت تقيله وتعين مدير جديد، فيبدأ المدير القديم والموظفين اللي معاه والناس اللي عاشت معاه الفترة يبدأوا يحاولوا ان هم يوقعوا المدير الجديد في الخطأ. هذا هو ما يحدث مع الاتحاد السوري لكرة القدم في الوقت الحالي. الحقيقة والأكيد ان الكابتن نبيل معلول سيكون موجود بإذن الله ان شاء الله في سوريا قبل انتهاء هذا الشهر. النهاردة يوم 14 في الشهر، يعني امامنا 16 يوم. قبل ال 16 يوم دول ما يخلصوا هيكون الكابتن نبيل معلول موجود عندنا في سوريا، وهيكون مع المنتخب السوري الاول للرجال. ولكن المفاجاه في الامر، وانا يمكن تاكدت امبارح من احد المصادر المقربه للاتحاد السوري لكره القدم، ان الكابتن نبيل معلول جاي فقط عشان يعمل منتخب محلي. المعسكر المقبل للمنتخب السوري الاول للرجال سيكون 100% معسكر محلي، ليس فيه اي لاعب محترف، ليس فيه عمر السومه، ليس فيه عمر خريبين، ليس فيه محمود المواس، ليس فيه يوسف قلفة،
ليس فيه محمد عثمان او اياز عثمان، معسكر محلي صرف. والسبب ان اللاعبين دول مش هيقدروا ان هم ييجوا لسوريا في تلك الظروف اللي احنا موجودين فيها. وبالتالي ممكن الكابتن نبيل معلول يعمل منتخب كامل مكتمل من اللاعبين المحليين ومن افضل ومن خيرة لاعبي الدوري السوري الممتاز، ويعمل بعض من المباريات الودية البسيطة مع المتصدر في الدوري نادي تشرين او نادي الجيش او نادي الوثبة او نادي حطين او اي نادي من الاندية المتميزة داخل الدوري السوري الممتاز. والسؤال هنا، هل الامر ده مفيد للمنتخب السوري؟ طبعا مفيد. طبعا الكابتن نبيل معلول هيعيش فترة كاملة مكتملة، هيعيش حوالي نقدر نقول شهر داخل سوريا بإذن الله مع اللاعبين المحليين. هيقدر ان هو ينتقي منهم افضل 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 العناصر، هيعمل عملية تصفية كاملة لكل اللاعبين، عشان لما يقول ان انا عندي دلوقتي حوالي 15 لاعب محليين في المنتخب السوري، يبقوا هم فعلا ال15 اللاعبين اللي فعلا كل واحد فيهم يعني هيقوم بدوره وزيادة، وهيكون فعلا بعد كده لما يجي المحترفين عمر السومة وعمر خريبين او محمود المواس، ساعتها المنتخب السوري الاول للرجال باذن الله هيسعى بكل قوة عشان يصل لحلم كرة القدم السورية، وهو الوصول الى كأس العالم باذن الله. برضو للامانة عشان اكون صادق معاكم، لازم ااكد لكم ان فكرة ان الكابتن نبيل معلول فعلا ممكن ما يكملش مع المنتخب السوري الاول للرجال فكرة واردة، ليس هناك اي امر بعيد، كل الامور ممكن تحصل. احنا مش عارفين الايام المقبله فيها ايه تحديدا، وان هناك كلام كتير جدا جدا على قانون قيصر، وانه سوف يتم الحجز على الاموال المجمده لدى الاتحاد السوري لكره القدم في الفيفا، وحسبونا الله ونعم الوكيل، وايضا سيتم الحجز على الاموال المقبله للمنتخب السوري الاول للرجال. هناك دفعه اخرى من الاموال المفروض ان المنتخب السوري والاتحاد السوري يكون قادر على سحب تلك الدفعه عشان يقدر ان هو يجدد الملاعب، وعشان يقدر ان هو ينفق على المنتخب ويعمل معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه. لغه كره القدم الحاليه هي لغه الاموال، لغه الاحتراف هي لغه الاموال. لو الامر ده حصل فللامانه الامر هيكون امام الكابتن نبيل معلول صعب، ولكن انا بعيد لكم تاني وباكد لكم، نبيل معلول هو مدرب المنتخب السوري، نبيل معلول سيكون هناك في سوريا بإذن الله في غضون 10 أيام من الآن، وسيقيم معسكرا محليا بإذن الله. وبالتأكيد فكرة عودة الكابتن فجر إبراهيم للمنتخب السوري مرة أخرى أمر من المنسيات، لا تقلقوا أبدا، لن يعود الكابتن فجر إبراهيم لتدريب المنتخب السوري الأول للرجال مرة أخرى بإذن الله. وتعالوا كده نتكلم سريعا عن الدوري السوري الممتاز، تحديدا ان المنافسات دلوقتي سخنة جدا. نادي تشرين فاز على نادي الفتوة 6-1، نادي الاتحاد تعادل مع الجيش، الطليعة والوثبة، الوثبة فاز 4-0، منافسة قوية جدا ما بين الوثبة وتشرين على نقطة واحدة، الوحدة والكرامة اتعادلوا 0-0، الشرطة فاز على النواعير ب 3-2، حطين فاز على الساحل 3-0، واخيرا جبلة فاز على الجزيرة بهدفين مقابل لا شيء. واصبح ترتيب الدوري السوري الممتاز زي ما انتم عارفين، تشيرين في المركز الاول برصيد 53 نقطة، ايضا الوثبة في المركز الثاني برصيد 52 نقطة، وحطين في المركز الثالث برصيد 49 نقطة. ليس امام تشيرين الا الفوز في المباراتين المقبلتين باي نتيجة عشان يفوز بالدوري السوري الممتاز وعشان يفوز باللقب. غير كده ممكن تحصل مفاجآت في الايام المقبلة، وممكن نلاقي الوثبة هو بطل الدوري السوري الممتاز لهذا العام. ممكن تحصل مفاجأة ونادي تشيرين يهزم المباراتين، والوثبة كمان يهزم، وحطين يفوز المباراتين المقبلتين، ونلاقي نادي حطين هو بطل الدوري السوري الممتاز. كل شيء وارد. ونذهب سريعا ونرد على بعض من تعليقاتكم الكريمة. والتعليق الأول من أحمد كينج، السلام عليكم أخي، عندي سؤال، مين بتشوف الأفضل، عمر السومة أو جوميز لاعب نادي الهلال؟ أخي الغالي، من وجهة نظري الشخصية لا مقارنة ما بين عمر السومة وبافنتي بجوميز. مع احترامي لجوميز، جوميز هو لاعب عنده قوة عضلية وبدنية شديدة جدا جدا، بتسمح لي بالدخول لمنطقة الجزاء وبتسمح لي بالدخول والالتحامات القوية بس مش أكتر، لكن اللمسة الفنية والجمالية لعمر السومة. أنا عارف إن المنافسة ما بين عمر السومة وجوميز وحمد الله في عدد الأهداف بتكون يعني متقاربة جدا، ولكن شتان ما بين أهداف جوميز وأهداف عمر السومة. يا أخي كفاية هدف عمر السومة بتاع الدبل كيك اللي في مرمى الرائد. وتعليق اخر من ايه محمد، مرديك راح يلعب بالمنتخب؟ انا اتمنى ان مرديك يلعب، ولكن على الاغلب مرديك مرديكيان، الى الان مفيش اي كلام رسمي، والكابتن نبيل معلول ما جابش سيره مرديك مرديكيان نهائي. ممكن نشوفه، ممكن، ولكن الى الان مفيش اي كلام رسمي بخصوص مرديك مرديكيان.
وتعليق من ابو الشام حمزه: انت بتشجع ريال مدريد؟ نعم بشجع ريال مدريد في الدوري الاسباني، وبشجع يوفنتوس في الدوري الايطالي، في الدوري السعودي بشجع الاهلي بس عشان عيون عمر السومه مش اكتر، وكمان بشجع في الدوري المصري الزمالك. شوفوا انا حاطط فلنه الزمالك من ورا وفلنه الاهلي من قدام، لكن انا ما عنديش حساسيات خالص، يعني انا زملكاوي صميم ابا عن جد. وتعليق اخر من محمد علي: الحمد لله كل خير وبركه، لكن استغرب عدم استدعاء ملهم بابلي. اخي الغالي، انا وجهه نظري الشخصيه طبعا ملهم بابلي موهبه كبيره جدا وموهبه قويه جدا جدا، ولكن انا ما عنديش اعتقاد خالص ان الكابتن نبيل معلول هيعمل مفاجآت مع المنتخب السوري لو الرجال في التشكيله. انا وجهه نظري هو اياز عثمان، محمد عثمان، هم دول اللي هيكونوا مفاجاه، يعني هم دول اللي هيكونوا اساسيين، غير كده نفس الوشوش ونفس الاسماء زي ما هي، الا طبعا لو فاجئنا بمفاجآت غريبه جدا جدا. وتعليق اخر من احمد: اخي احمد، هل هناك عشائر في الصعيد وانت لاي عشيره تنتمي؟ لانه اصل جدي من مصر اجى على سوريا منذ 120 سنه، يعني احنا جرايب على كده. اخي الغالي، احنا في مصر عندنا عشائر كتير وقبائل كتيره جدا في مصر كلها، في الصعيد طبعا كتير كتير جدا جدا، وقبائل وقبائل عربيه وكده، حتى ان احنا عندنا في مصر وتحديدا في الصعيد يعني عشيره معينه اسمها الحلب، وانا سالت عن اصل الحلب عرفت ان هم من حلب من سوريا، يمكن هم موجودين عندنا وساكنين في اكتر من مكان، وفي ناس منهم عائلات جنبينا هنا بالمناسبه يعني، ولكن هم للامانه معاملتهم يعني ناشفه شويه، معاملتهم يعني ما فيهاش تهاون، يعني هو ما بيتعاملش بهدوء، هو بيتعامل دايما بسخونه وبحميه وكده، لكن طبعا هم اهلنا بكل تاكيد. اما انا عندي عشيره ولا لا، والله انا جدي من عشيره اسمها المعابده، لكن انا شخصيا لا انتمي لاي عشيره او لاي قبيله او كده. وتعليق اخر من عبد عبد: اخي ليش المنتخب السوري ما بيحط اسم لعيبته على القمصان؟ اخي الغالي، ده خطا من شركه جاكو، تعال نقول ان مش خطا، تعال نقول ان هي الميزانيه المطروحه كده. اضف الى ذلك ان اسماء لاعبي كره القدم السوريه اغلبها غير معروف، يمكن باستثناء عمر السومه، يمكن لو انت بتتابع هتلاقي ان بعض الاسماء بتكتب على تيشيرتات اللاعبين في التدريب، لان التدريبات بتكون فيها كاميرات تصوير كتيره زي مباراه الصين في التصفيات المشتركه. لكن انا اعتقد ان شاء الله باذن الله مع شركه اول سبورت، الشركه الالمانيه اللي قريبا هتتولى تصميم تيشيرت المنتخب السوري الاول للرجال، اعتقد ان باذن الله هتكون اسماء اللاعبين موجوده على التيشيرتات باذن الله، انا متاكد من الامر ده، لاني كمان انا متابع اعمال شركه اول سبورت كلها موجود ليها اسماء على التيشيرت. وتعليق اخر من مصطفى فيصل: السلام عليكم، يسعدك اخي احمد، سوريا وايران اي يوم؟ اخي الغالي، مباراه سوريا وايران باذن الله هتكون يوم 3/9، اي ساعه ما تمش التحديد الى الان، على اي ملعب برضه ما تمش تحديد الامر الى الان، ولكني اعتقد ان المباراه هتكون اما في الامارات او في العراق باذن الله. الساعه كام؟ على الاغلب هتكون المباراه باذن الله بعد العصر، يعني ممكن نقول الساعه 5 مساء او الساعه 4 مساء باذن الله. في نهايه الحلقه بشكركم جدا على حسن المتابعه، لا تقلقوا ابدا، كابتن نبيل معلول قادم، سيقوم بعمل معسكر محلي باذن الله، وبعد مرور حوالي 3 اسابيع او شهر هيكون باذن الله ان شاء الله في معسكر للمحترفين ومعسكر للمحليين والمحترفين مع بعض، يعني على الاغلب المعسكر ده هيكون يا اما في الامارات يا اما في العراق باذن الله. ولا يسعني في نهايه الحلقه الا ان اشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.